محكوم عليه بالسجن المؤبد. ثالث راجل عصابات مطلوب للعدالة. والرابع الشاب الوسيم اللي كل بنات الحارة بتحبه. المرشح لجائزة الممثل المفضل، المرشحين لجائزة الممثل المفضل عن فئة المسلسلات هم خالد صقر. اختطاف. ذكر أول مرة شفتك في السوق الشعبي خطفت عقلي، كنت خايف إني ما أشوفك مرة ثانية. قصي خولي. لا حكم علي. معتصم النهار. الله لا يوفقك. صالون زهرة. لك روح الله يفرحني فيك يا سمير يا ابن عفيفة. أربعة حاملين أقول مطرب شيخ. الله لا يوفقك. يعقوب الفرحان. رشاش. الحين سابت قصتي. لو تحطوني ورا ألف سور، لو تقيدوني بألف قيد. هنشوف بقى. مش عايزة تتفتح. الممثل المفضل عن فئة المسلسلات يعقوب الفرحان. مبروك. سيدي مبروك مبروك. هي تقيلة مش هعرف اشيلها. تفضل. صدق ثقيلة ما شاء الله. ثقيلة. اسعد الله مساكم كل خير. يعني يكبر الشعور ويضيع الكلام، لكن شكرا لكل من كان خلف هذه الليلة. شكرا لمعالي المستشار حمد الله على السلامة ونور الرياض. أهلا وسهلا بالجميع. شكرا مجموعة MBC وعلى رأسها الشيخ الوليد إبراهيم. شكرا لشاهد، منصة شاهد، وكل القائمين عليها. تحية خاصة للمخرج كولين تيغي اللي موجود منورنا اليوم من UK. وأنا جدا سعيد صراحة أنه أنا واقف أمامكم، يعني كل الضيوف والفنانين والأساتذة والمعلمين موجودين في مكان واحد. شكرا جزيلا ومنها للأعلى إن شاء الله جميعا. شكرا جزيلا.